الطفل التركي رشيدي ذو 8 أعوام حتفه غرقا في أحد المستنقعات في ضاحية الدمام الاثنين الماضي قرب منزله، وذلك بعد خروجه للعب. أمانة المنطقة الشرقية وجهت بالتحقيق في الحادثة فضلا عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية لمعالجة وتأمين مواقع تجمعات المياه الخطرة في المنطقة. من إحدى المستنقعات في الضاحية في الدمام تنضم معنا من هناك مراسلة الإخبارية شادن الحايك. أهلا بك شادن، مساء الخير. إذن هل هي المستنقع الذي يقع في خلف لديك، هل هو ذات المستنقع الذي غرق فيه طفل تركي؟ وكم يبلغ عمق هذا المستنقع؟ مساء الخير أحمد. تركي لم يكن الطفل الأول الذي قضى نحبه وغادر هذه الحياة بسبب وجود هذه المستنقعات، كان قبله ياسين، وقبل ياسين كانت فاطمة أيضا غرقا في هذه المستنقعات المنتشرة في ضاحية الملك فهد المكونة من 10 أحياء سكنية على مساحة 29 مليون متر مربع. المستنقع في الخلف، زميل المصور الآن سينقل لكم الصورة. المستنقعات منتشرة بشكل كبير جدا هنا في ضاحية الملك فهد. من اللافت للانتباه أيضا بأنها تستخدم لمخلفات البناء أو رمي مخلفات البناء والنفايات. مررنا على أكثر من مستنقع كان يستخدم لهذا الغرض. في العام 1438 أحمد تم ردم 120 مستنقع في ضاحية الملك فهد. عمليات الردم مستمرة كحل مؤقت. الأمانة تبذل جهود في معالجة مشكلات أحياء الضاحية، لكن المشكلة لربما أكبر من قدرات الأمانة وتحتاج حلول مشتركة من عدة وزارات، البلديات، المياه، المالية وغيرها. أهم مشكلة أن الجهات المعنية لم تجتمع على حل محدد وزمني، مما يجعل المشكلات بلا سقف زمني، ولا يوجد بيان مشترك موحد حول المشكلة التي يعاني منها سكان ضاحية الملك فهد، الذي يضاهي في تصميمه تصاميم الهيئة الملكية وأرامكو، هذا في التصاميم الهندسية، ولكنه واقعا يختلف عن ذلك بمراحل كثيرة جدا. أشار البعض عبر مواقع التواصل بأن العديد من البلاغات رفعت لمتابعة وضع الحي ومن ضمنها حل مشكلة المستنقعات، ولكن ما تزال مشكلة إغلاق البلاغات الواردة على 940 محل شكوى الناس، حتى أن أمين المنطقة الشرقية في وقت سابق شدد على أهمية عدم إغلاق البلاغات دون معالجة. شكاوى كثيرة رفعت، ورأينا أولياء أمور هنا قبل قليل في حالة من الخوف، في حالة من القلق، 3 وفيات لأطفال خوفا من تكرارها مستقبلا. المطالبة بحلول جذرية وتدخل عدة جهات ذات العلاقة لإنهاء هذه المشكلة وإغلاق باب هذه المأساة المحتمل أن يقع فيها أي طفل في أي لحظة. جميل. شادن أختم معك، مصدر، هل اتضح مصدر هذه المياه في هذه المستنقعات؟ هل هو أمطار أم مياه جوفية أم من البحر أم صرف تحديدا من أين؟ أحمد، ما بين مياه الصرف الصحي وما بين المياه السطحية ومياه الأمطار هي خليط من ذلك كله، رائحتها نتنة، ألوانها متغيرة أيضا. أشكرك إذن من ضاحية الملك فهد في الدمام شادن الحايك، ورحم الله تركي وأيضا ياسين وفاطمة وجبر قلوب أهلهم. شكرا لك يا شادن.